السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام بهجت ستوريز وفيديو جديد من سلسله احترف كاميرات المراقبه في 50 دقيقه بالظبط. احنا طبعا يا جماعه بنحاول على قد ما نقدر اللي احنا نقسم الفيديوهات عشان حضراتكم ما تزهقوش مننا، وتحاولوا تتابعوا كل الفيديوهات على قد ما تقدروا. هنا على البلاي ليست، هنا على في اليوتيوب هتلاقي في بلاي ليست مكتوب عليها احترف كاميرات المراقبه، فيها فيديوهات تعليميه. بنحاول الفيديو يكون 5 6 دقائق بالكتير قوي، ومقسمينها اجزاء في المنظومه وطريقه التركيب وكل حاجه حضرتك عايزها. ولو عندك اي اقتراح او اي حاجه جديده او حاجه احنا ما قلناهاش او حاجه عايز تسال عليها، ما تترددش، حط لنا في الكومنتات، وان شاء الله في ظرف 2 3 يومين هتلاقي الفيديو موجود هنا باذن الله على القناه. طب احنا النهارده المرحله اللي معانا دي ايه؟ المرحله اللي معانا طريقه تغذيه الكاميرا باور، اللي هي اغلبيه الناس دلوقتي 90 95% بنشتغل زي ما قلنا قبل كده بالجهاز اللي هو الباور سبلاي. الجهاز ده بيركب ناحيه الدي في ار، اللي هو بيغذي لي السلك اللي بيبقى جاي لي بيغذي الكاميرا كهرباء. طب انا عندي طريقه غير الباور سبلاي؟ في طريقه غير الباور سبلاي، ممكن حضرتك تركب ادابتور عادي جدا وهيشتغل معاك. الادابتور ده اللي هو بيبقى 12 فولت. طب انا ليه اركب باور سبلاي وليه اركب ادابتور؟ احنا دلوقتي مثلا في عندنا حاجات، ساعات الباور لما بيكون زي ما احنا شرحنا سلك الاثنين في واحد بيبقى اشاره وبيبقى باور. ساعات الباور لما بيكون مسافته كبيره، يعني مثلا السلك يعني طوله مثلا 60 70 متر، ده بيأثر على، لو الباور ضعيف بيأثر على الجامد في الصوره وبيخلي الصوره كمان مش كويسه، وساعات بتوصل مش كويسه، او ساعات ممكن ما تشتغلش خالص. لان انت مثلا لو عندك كابلات مثلا 4 كاميرات، الكاميرا واخده 90 متر ولا 100 متر، لازم تجيب لهم باور عالي عشان يقدر يوصل ال 12 فولت مظبوط. ساعات بنتفادى المشكله دي اللي احنا بنقوم مركبين الكاميرا جنب الادابتور، جنب الكاميرا على طول. مفيش فيه طبعا الادابتور مش معروف، مفيش فيه اي مشكله، بنجيب ادابتور يكون 12 فولت، يكون 2 امبير او 3 امبير. الامبير كل ما هيعلى ده افضل، مفيش الامبير لما بيعلى يا جماعه دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. يعني انت الكاميرا 2 امبير، لو ركبت ادابتور 10 امبير على كاميرا واحده دي مفيش اي مشكله. اهم حاجه يكون 12 فولت. طيب انا دلوقتي ركبت مثلا الادابتور جنب الكاميرا عادي جدا، وهقوم موصل الجاك بتاعها في الكاميرا زي ما احنا قلنا قبل كده، موصل الجاك بتاعها في الكاميرا ودي الكاميرا تشتغل معايا باور. طب الطريقه الافضل لمعظم الناس او اللي 90% من الناس بتعملهم، اللي احنا بنجمع كل كابلات الكاميرات جنب الدي في ار، وبنقوم جايين مقسمين السلكين اللي هم بتوع الباور زي ما احنا قلنا موجب وسالب بالمنظر ده كده، اللي هم بيبقوا شكلهم كده، ده بيبقى احمر واسود. لازم نركز كل الموجب موجب وكل السالب سالب. الفولتيه بالذات ما ينفعش احنا نعكسها، ده غلط على الكاميرا وممكن يبوظ الكاميرا. لازم الموجب لوحده والسالب لوحده. انا باجي مثلا على الباور سبلاي عندي هنا خالص، عندي هنا عادي جدا خالص مفيش اي مشكله، بشوف اللي مكتوب عليه موجب واللي مكتوب عليه سالب، وببقى معايا بيبقى معايا السلك بتاع الكاميرا من ناحيه، طبعا دي ناحيه الكاميرا، من الناحيه الثانيه بجيب الاحمر اللي احنا قلنا عليه الموجب بوصله في الموجب، والاسود بوصله في السالب. طيب انا دلوقتي كده وبوصل، بجيب الفيشه زي دي كده فيشه عاديه خالص، او بجيب سلك كهرباء عادي بحط له فيشه كهرباء برده عادي. اهم حاجه اللي انا عايز ادي الجهاز او ادي الباور سبلاي ده ادي له الكهرباء. الباور سبلاي ده في عندنا كذا مدخل، في مدخل مكتوب عليه ال وان، ال والان ده اللي هو ال 220 اللي احنا بنركب له الفيشه دي. وبعدين هتلاقي في عندك بوت صغير كده مكتوب عليه اللي هو فيه 3 شرط كده وعامل كده، ده اللي هو الارضي او الارث. طبعا احنا في مصر مش بنوصله، تمام؟ يبقى احنا طبعا ممكن في اماكن كتير بيبقى فيها بيركب الارث، اللي هو لو السلك ده عنده 3 طروف بيركب الموجب والسالب والارث بيركب. انما احنا بنتكلم على مصر مش يعني اغلبيه الناس مش بتركب ارث اصلا. فاحنا نشتغل موجب وهنشتغل سالب. ال 220 برضه عندنا يعني ملوش ترتيب قوي، فحضرتك ممكن تحط هنا او تحط هنا عادي هيشتغل معاك مفيش اي مشكله. يبقى احنا كده اول حاجه ال والام ده بنحط اي طرفين من هنا وبنوصل الفيشه. بعد كده في الترتيب بنلاقي في الارث، ونحاول نبص ما ناخدش بالترتيب، في بوارات بتيجي من اليمين للشمال وفي بوارات بتيجي من الشمال لليمين، يبقى لازم نقرا ونبص نشوف ايه اللي مكتوب. وهنوريكم برضو القياسات دلوقتي بالافوميتر بتتعمل ازاي. ده انا ركبت ال ال والان في 220 وركبت الارضي، هاجي بعد كده الاقي فيه موجب وهلاقي فيه سالب، ركب الموجب في الموجب والسالب في السالب. بالشكل طبعا الباور سبلاي بيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. طيب انا مثلا دلوقتي عايز اعمل تجربه عمليه، انا معايا دلوقتي مثلا باور سبلاي اهو بيجي بالشكل ده، ومالناش دعوه بشكل اللون العلبه، طبعا الوان العلب بتبقى مختلفه مش ثابته اكيد. الباور سبلاي ده معايا 20 امبير. احنا طيب بسرعه كده احنا بنحسب ازاي قدره الباور؟ كل واحد ليه استراتيجيه في الموضوع ده، بس انا ممكن اقول لك الافضل تحسب الكاميرا 2.5 امبير. يعني لما يكون مثلا 4 كاميرات يبقى تركب باور سبلاي 10،
هيكون 8 كاميرات تركب باور سبلاي 20. طب انا عندي 6 كاميرات يبقى 15 امبير، ينفع اركب لهم 20 امبير؟ زي ما احنا قلنا الامبير يعلى عادي ما يهمكش، يعني انت ممكن تركب لو 4 كاميرات لو ركبتهم على باور سبلاي 30 امبير مفيش اي مشكله، بس ما يبقاش اقل عشان ده هيضايقك في مشاكل كتير جدا هنتطرق فيها بعدين. هنيجي احنا دلوقتي مثلا عندي تجربه عمليه كده، انا عايز اوصل لكم الباور سبلاي، هنوصله بسرعه زي ما احنا قلنا لحضراتكم كده. انا عندي هنا اهو ال والان وبعدين الارث وبعد كده الكم اللي هو السالب بعد كده الموجب. انا هوصل دلوقتي ال والان عشان هقيس لكم حاجه كده تشوفوها بسرعه، ثانيه واحده. ده كده انا وصلت زي ما احنا قلنا ال L وال N وصلتهم هنا عادي مفيش اي مشكله اهو تمام، ومعايا فيشه الكهرباء. طيب انا بعدين هعمل ايه؟ انا هحط الفيشه في الكهرباء عادي جدا. الحاجات دي بمروحه، ال 20 امبير وال 30 امبير في منها حاجات من غير مروحه وفي منها حاجات بمروحه. المروحه اشتغلت معايا كده شغال تمام، وفي لمبه هنا صغيره كده، قرب كده معلش شوفوها، في لمبه هنا خضراء صغيره دي لمبه الباور. طيب دلوقتي في جنب اللمبه دي في بوت كده، هو البوت ده بيعمل ايه؟ البوت ده بيعلي الفولت وبيقلله، بس مش بيعليه قوي يعني انه مش متعدد طبعا، يعني احنا مثلا دلوقتي عندنا الفولتيه 12، البوت ده بيقللي بيخليه 11، بيخليه 12 ونص، بيخليه 13. في الكاميرات طبعا نظبطه على ال 12، طب في غير الكاميرات انا استفدت بايه؟ ممكن في ناس بتركب الباور سبلاي ال 12 فولت ده في اليوفط الليد، فلما تيجي تركبه فيه بيبقى عايز يعلي الاضاءه او يقلل الاضاءه، فهي دي ميزتها الكبرى في التشغيل. طيب انا دلوقتي وصلت الباور سبلاي ال 220، ده عندي افو. برضو اللي ما يعرفش استخدام الافو في الباور سبلاي، احنا بنيجي عشان حضرتك تقيس الباور لازم طبعا السالب يكون في الكم، اي حاجه موجب وسالب، والاحمر يكون طبعا في الفولت، وبنقوم جايين ده عندي كده الباور اهو، بقوم جاي بلاقي في علامه في باينه في الكاميرا، بلاقي في علامه في هنا، بقوم جاي هنا. طب ايه 22 و200 دي؟ دي الفولتيه اللي انت هتقيسها لحد 2 فولت ولا لحد 20 فولت ولا لحد 200 فولت؟ طبعا احنا عندنا الباور سبلاي 12 فولت، يبقى انا هقيس لحد كام؟ هقيس لحد ال 20. كده هو جايب معايا القرايه صفر. طيب انا دلوقتي لو وصلت، لو جيت حبيت ان انا اوصل كده اشوف الباور ده مطلع لي فولتيه كام؟ انا دلوقتي حطيت الموجب على الموجب والسالب على السالب، جاب لي كام هنا؟ 12 وربع. طب انا دلوقتي لا، انا عايز ال 12 وربع دي، ثواني انا هثبت لكم الافو عشان نشوف حاجه كده بسرعه. انا كده مثبت الافو اكنه زي السلك بالظبط، الموجب في الموجب والسالب في السالب. هو عندي هنا جايب 12 وربع، احنا عايزين نشوف الموضوع البوت ده. شايفين كده البط جاب معايا كام؟ بدأ يقل لحد ما وصل لحد 10 ونص. طب بجيبه يمين بعليه معايا، بيعلى معايا اهو 11 ونص لحد 12. سامعين صوت المروحة؟ اللود على البار بيعلى. جاب معايا لحد 14 ونص. طبعا احنا المفروض في الكاميرات اللي انا بتأكد الصح الفني او المهندس الصح، بتأكد وبعيد القراية بقوم عشان اظبطها على ال 12، عشان ممكن الباور مع الوقت يفقد معايا. انا دلوقتي جايبها 12 بالظبط، كده انا الكاميرا معايا تشتغل الريكومندد بتاعتها اللي هي ال 12 فولت. ده بالنسبه لتركيب الباور سبلاي، انا كده ركبته واطمنت عليه واتاكدت اللي هو 12 فولت واتاكدت اللي هو معايا مظبوط، بسمي الله بوصل كابلاتي الموجب في الموجب اللي هو الاحمر والسالب او الارضي في السالب او الكم، وبوصل ال L وال N اللاين الرئيسي اللي هو 220 بوصلهم في مداخلهم. انا كده بالنسبه لي الباور سبلاي محترم جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم على قد ما اقدر، وما تنساش زكاة العلم تبلغه، اسلام بهجت ستورز، احنا بفضل الله اصل الالكترونيات. شكرا.